معكم. أنا اسمي رحمة إدريس من دولة تشاد من أفريكا. أنا جيت للمستشفى هنا في أخي واحد اسمه هارون بركة من بلدي هنا، خبرني في أخونا واحد اسمه أحمد مرتضى هندي من الهند هنا، هو مترجم في مستشفى مانيبال وفيها خدمات كويسة وفيها أخلاق وفيها أخلاق طبية وفيها معاملته كويسة. وكان قبل كده كان أبوه عالج هنا وفي أخوان عالجوا هنا. أنا بحكم هذا الأمان أنا أداني الرقم بتاع أحمد، أنا كلمت مع أحمد بالتليفون وهو أرسل لي الدعوة الطبية وأنا عملت الفيزا من هناك. وأنا هسا حضرت في الهند هنا، جيت في الهند هنا وفعلا أنا جيت في الهند هنا المستشفى استقبلني أحمد ونزلني في الفندق وجابني للمستشفى هنا. لذلك هنا أنا ما أقدر أقدم إلا الشكر لله، أنا دا الدعوة عندي. وبعدين أنا أتمنى من أخواني وأهلي وفي بلدي لو كان واحد إذا كان عايز علاج ولا عايز خدمات طيبة ولا عايز أخلاق ولا عايز أمانة طبية يجي الهند هنا وخاصة المستشفى مانيبال. وإذا كان عنوان ولا وما أقدر أقول لكم إلا شكر وبارك الله فيكم. وأخيرا نشكر أخونا أحمد المعتدى للخدمات وللثقة وللأمان، ورجل يعني الحمد لله يعني أنا وجدت فيه ثقة وأمان، رجل مسلم والحمد لله يعني كل شيء. وشكرا وبارك الله فيكم. Mr. Idris Rahama came to us with complaints of acromegaly. This patient also complained of increase in shoe size after a certain period of time, which again shows that the general body girth and the feet is growing in size. These are all classical signs which Mr. Idris presented to us with. He had two unsuccessful attempts of removing this tumor in his home country. When he came to us, he has a sizable tumor which was also doing compression on the optic nerve of the patient, optic chiasma of the patient, which so that because of this there was the problem in the vision, and he was at an imminent danger of losing his vision as well. All symptoms of acromegaly started showing resolution. His growth hormone test, which is IGF-1, also started lowering down, which showed a successful outcome of the surgery. I am happy to discharge him home after the successful surgery. Thank you.